أبعد عليه. أولا لحيت داخل الآن هو زميل الدكتور بن عيسى عبد الرحمن، أستاذ جامعي بجامعة بومرداس، أستاذ محاضر، وأيضا من خريجي المدرسة العليا للإدارة. يعني كل مسيرته علمية، محب للعلم، محب للثقافة، ومحب لكل ما هو علمي. حيتكلم عن النخبة الجامعية وعلى النوادي العلمية وعلى دور الجامعة في ترسيخ العلم في المجتمع. أيضا معنا المحامي المتخ الذكي والمثابر سفيان خليفي من تيزي وزو. أيضا مرحبا بك، راهو مرتدي شماغ خليجي. يعني هو متزوج وزو بربري أصيل لكنه محب لكل ما هو خليجي وعربي. أهلنا أخي خليفي. وأيضا معنا أحد ريادي العام الجمعوي حمودي رودي، اللي هو أخي حمودي من أيضا من جلفة، من الولاية العزيزة، من زلفانة، من جلفة، إنسان مثقف. أكيد شكرا دكتور. أكيد في رأيك، هل عندك سؤال أستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن عيسى، في رأيك هل الجامعة تلعب دور فعال أم أن الجامعة الجزائرية منذ مدة طويلة نوعا ما معتزلة في التأثير على المجتمع الجزائري؟ نعم، فيما مضت كانت تلعب دورا فعالا في يعني تكوين الفرد وايصال العلم، رغم عدم وجود مجموعه من الوسائل خاصه التكنولوجيا او الماديه الكتب، لا شك انه هو موجود عليه الحال اليوم. لكن اليوم ليست الجامعه التي تخلت عن دورها، ولكن الطالب الذي تخلى عن دوره لانه دار في الجامعات. الطالب لا يهمه العلم بتاتا، ويهمه الوحيد هو تحصيل الشهادة وتحصيل مكان عمل. فبهذا أصبح يعني الطالب هو من استهان بالجامعة وليس العكس، الجامعة التي من استهانت بالطالب. نحن الجامعة حاليا توفر يعني إمكانيات ضخمة والحمد لله من وجود من شبكة الإنترنت والكتب. يعني مضى وقت أين كنت أنا طالب في مستهل في الجامعة، يعني يكون في طابور بين تنتظر نزاعات لكي تحصل على كتاب يجب انجاز وغير ذلك. لكن اليوم يمكن للطالب ان ينجز بحث بيدي، لانه حول ذلك الاستاذ الجزائري الذي يدرس في ماليزيا، حيث ان ماليزيا اخذت نموذج مالك بن نبي، لماذا الجزائر لم تعتمد نموذج مالك بن نبي او فكر مالك بن نبي؟ هذا السؤال ايضا موجه للاستاذ حمودي. أستاذ حمودي، فكر مالك بن نبي فكر عريق، والدكتور عبد الرحمن بن عيسى قد طرح نموذج الماليزي، لماذا أن ماليزيا استعانت بمبادئ وفكر مالك بن نبي في حين نحن الجزائر حتى الآن ما زالت بعيدة كل البعد عن هذا النموذج، رغم أن وجود إرادة سياسية جيدة مؤخرا في التوجه نحو تحسين الفكر والعلم في الجزائر؟ تفضل أستاذ حمودي. تفضل استاذ خليبي. قبل ذلك ارحب بالدكتور يزيد بقران الزميل، ايضا مرحبا بك في هذا النقاش معك. السلام افضل والله، يعني كانت الفرصه يعني لا تعوض اني نحضر معكم من البدايه. لا يعني نحن الان في البدايه، نحن في البدايه دكتور. انا في المكتب حاليا، وعلمك مازال عندي مهام لتحضير الملتقى الوطني الخاص بالمسؤوليه الاجتماعيه غدا ان شاء الله بحول الله. دونك استاذ انا معليش الى نقدر ما نعرفش يعني اكزاكتومون يعني صلت موضوع تدخل تاع الاساتذه افضل معك دكتور زميلك عبد الرحمن بن عيسى معك. يعني ما تبعش الندوة يعني حيثية الندوة من البداية، ونظن أنه كان هناك إطراء كبير في المواضيع ولا شك، خاصة بحضور الأستاذ عقوب دائما تكون يعني مواضيع يعني شيقة ومتنوعة. أستاذ أنا برك تسمحوا كذا نقدر ندخل فقط في الجانب تاع يعني تجربتي البسيطة من خلال عندي نادي علمي لإدارة النوادي العلمية، يعني كيفاش تقدر تساهم يعني في فردا أو مجتمعا يمكن له أن يعمل على إيصال هذا العلم أو هذه الرسالة من النور، لأن العلم هو النور، لا يؤتى لعاصي ولا يؤتى لظالم ولا يؤتى لفاجر، بل هو يؤتي لمؤمن متقي الذي يحاول أن يجسد الرسالة المحمدية من خلال تربية الأبناء ومن خلال العمل على النفع العام ليحقق استمرارية في ما بدأ فيه الأولين والأولون الصالحين. هذا بالنسبة وأيضا قال لك يجب أن تخص العناية العقل والوجدان والنفس والبدن والسلوك لكي يجسد الأبعاد المحيطة لشخصية الإنسان. هذه هي يعني بصفة عامة ما تم مناقشته من خلال يعني شكرا. جامعة بومرداس عرفت انفراج مؤخرا فيما يخص تفعيل النوادي العلمية ودورها في ترسيخ العلم في الحياة المجتمعية الجزائرية.
تفضل دكتور ياسين. شكرا استاذ. انا باختصار فقط من جانب يعني تجربه ميدانيه من خلال يعني الاشراف على نوادي وخاصه يعني يعني التفاعل معهم وتوظيفهم ان صح التعبير خاصه في النشاطات العلميه التي تقام على المستوى الجامعه وربما حتى مع الشريك الاجتماعي. نشوف انه دائما هذه النوادي العلميه تجيب اضافه ربما حتى الاكاديميين ما يقدروش يضيفوا هذه الاضافه، لانه دائما احنا يعني لما نتحدث على فكر مالك بن نابي وهو رائد في المجال فكر الجزائري او يعني فلسفه بصفه عامه، يعني هو دائما يتعرض في الافكار تاعو الى صراع الاجيال يعني في قضية التفكير. دونك في التفكير دائما كان هناك افضل مثال يعني نقدمه في هذا الشان هي النشاطات خاصة اللي راهي متعلقة حاليا بالمجال المقاولات. تلاحظوا انه دوك يعني كيفاش طالب كطالب علم يوظف هذا العلم تاعو من اجل يعني انه يحصل فائدة من وراء العلم تاعه، يعني وصولا الى العمل او تجسيد المشاريع. دونك يعني من خلال يعني المساهمه تاع النوادي العلميه نشوفوا انه يعني كاين هناك تحفيز للطلبه لاجل يعني الانخراط ان صح التعبير في